الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع ما تسمى بنظرية النمو غير المتوازن، نظرية النمو غير المتوازن، Theory of Unbalanced Growth. أرجو أن يكون في هذا المقطع الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. يعود أصل هذه النظرية إلى مجموعة من علماء اقتصاديات التنمية، يأتي في مقدمتهم ألبرت هيرشمان، وقد أيده في هذه النظرية روستو، صاحب ما تسمى بالمراحل النمو أو التنمية اللي هي Five Stages Theory وفليمينغ. وتتلخص هذه النظرية في مبدأ إبقاء الاقتصاد في حالة لا توازن Disequilibria، من أجل تحفيز القطاعات المتعددة كي تنمو بالاعتماد على بعضها بعضا، وإن شاء الله في السطور القادمة سنوضح ذلك. لكن كيف الآن، كيف ما المقصود الآن بلا توازن وكيف تحفز بعض البعض؟ أوضع هيرشمان وجهة نظره في الفكر القائل بأن الإبقاء المتعمد، لاحظوا هنا الدليبرت، المقصود فيها الدليبرت هنا متعمد، الإبقاء المتعمد للاقتصاد في حالة لا توازن، أو ما سماه الاقتصاديون استراتيجية لا توازن الاقتصاد. دائما وأبدا القطاعات لا تكون في حالة إكوليبريم، يعني ديماند يساوي سبلاي، لا مرات يصير في عندي ديس إكوليبريم. يقول يعني هيرشمان والذين أيدوه بأن استراتيجية لا توازن الاقتصاد هو أفضل طريقة لتحقيق التنمية ليبقى الاقتصاد متحركا إلى الأمام، وما يترتب على ذلك هو الإبقاء على الاقتصاد متوترا، intention متوترا، فكل قطاع فيه يتحرك في حالة لا توازن، ما يعني بأن السعي لتحقيق التوازن يشغل القطاعات في العمل والتشغيل والإنتاج المستمرين، وهذه الحالة التي تحتاج إليها الدول النامية أو الفقيرة developed and poor country. انطلق هيرشمان من مبدأ يقول بأن بعض الاقتصادات موهوبة بالموارد الطبيعية، فيها غابات، فيها معادن، فيها نفط، فيها غاز، فيها، في حين لا تمتلك اقتصادات أخرى مثل هذه الموارد إلا الشيء القليل منها، أو أنها لا تمتلك منها أي شيء، ما يعني بأن النمو قد يحدث في عدد قليل من الاقتصادات، وبالتالي فإن النمو المقارن الآن، يعني إذا قارن النمو في بلد ألف مقابل باء، ربما البلد ألف يمتلك موارد كثيرة وبالتالي يستطيع أن يحقق النمو والتنمية، لكن باء بلد فقيرة، وبالتالي هنا النمو المقارن بين الاقتصادين ألف وباء غير متوازن، أي أن الاقتصاد أو الاقتصادات تتفاوت في النمو نتيجة لحجم الموارد التي تمتلكها، وهذه ظاهرة طبيعية. نكمل، يقول هيرشمان بأن النمو المتوازن balance growth ينبغي ألا يكون الهدف، أن لا يكون الهدف المنشود من قبل سياسات أو استراتيجيات النمو والتنمية، بل الحفاظ على اللاتوازنات الراهنة اللي هي الآن current disequilibrium، والتي يمكن نظر إليها من جانب الأرباح والخسائر. فمن جانب الربح تسعى المنشأة أو القطاع إلى تحقيق المزيد من الربح، ومن جانب الخسارة تسعى المنشأة أو القطاع إلى تقليل هذه الخسارة والسعي إلى تحقيق ربح، وبالتالي سيبقى الكل مشغولا في الإنتاج والتوسع. تؤدي التنمية غير المتوازنة للقطاعات المتعددة إلى تهيئة الظروف المطلوبة للتنمية السريعة، فالصناعات التي تتطور بسرعة تمنح الحوافز إلى الصناعات البطيئة كي تسرع بالتطور، وهذه الظاهرة قد تنطبق على حال الدول، فالدول قد تمنح الحوافز لبعضها بعضا كي تنمو. الاقتصاد القوي والمتطور ينشر عدوى النمو والتطور في الاقتصادات الأقل نموا. تركز نظرية النمو غير المتوازن على الحاجة إلى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد بدلا من كل القطاعات كلها. بمعنى آخر هنا قبل أن أكمل، يعني لا تفترض هذه النظرية بأن كل القطاعات يجب أن تتطور وتنمو ويتم الاستثمار بها دفعة واحدة مثل الدفعة الكبيرة لروزنستاين. هون بقول إنه منركز على، يعني هيرشمان بقول منركز على واحد من القطاعات أو على اثنين من القطاعات مثلاً حتى ننميها، وبالتالي بنخلق الطلب، بنخلق الآن تطور وما شابه. هنا وبالتالي هنا ما يؤدي إلى استفادة بقية القطاعات مما يسمى أثر الترابطات، نسميها linkages effect، هاي مهم جداً linkages effect،
فالقطاعات مرتبطة مع بعضها بعضا بواسطة الروابط الأمامية forward linkages أو الروابط الخلفية backward linkages، إضافة إلى أن الاقتصاد قليل الموارد قد يضطر إلى استغلال موارده بشكل أكثر نجاعة. هذه هي جملة مهمة جدا أحبتي، تركز نظرية النمو غير المتوازن على الحاجة إلى استثمار في القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد بدلا من كل القطاعات الاقتصادية كلها، ما يؤدي إلى استفادة بقية القطاعات مما يسمى أثر الترابطات linkages effect. هذا مصطلح مهم جدا حتى نفهم النظرية هذه. فالقطاعات مرتبطة مع بعضها بعضا بواسطة الروابط الأمامية ما يسمى forward linkages أو الروابط الخلفية backward linkages. يعني لدينا صناعة معينة الآن، هذه الصناعة مرتبطة بصناعات إما أنها تبيعها أو أنها تشتري منها، تبيعها إنتاجها أو تشتري منها المدخلات الإنتاج، وبالتالي هذه الروابط الأمامية والخلفية إذا تطور الصناعة هذه فسيستفيد منها الذي يبيعها المدخلات الإنتاج وتستفيد منها المنشآت التي تشتري منها إنتاجها. نكمل. يؤدي النمو غير المتوازن حسب رأي هشمان إلى بروز ظاهرتين أساسيتين، هما أولا ما يسمى الآثار الخارجية externalities. يؤدي نمو مثلا هون externality، يؤدي نمو الصناعة ألف إلى نمو الصناعة باء وجيم، ونمو يا وجيم يؤدي إلى نمو ها وواء وزين وهكذا. هنا الآن هاي بسبب الآثار الخارجية الاكسترناليتي. وهنا الآن حافظ لاحظوا النمو في هذه الصناعة يؤدي إلى تحفيز هذه الصناعة وهذه الصناعة إلى تحفيز هذه الصناعة، ونستمر الآن بين الصناعات والقطاعات والمنشآت المختلفة. نكمل. أما الظاهرة الثانية فهو تطور أو نشوء الصناعات التكاملية complementary. فالصناعات عادة ما تتكامل مع بعضها بعض، إذ أن نمو إنتاج الصناعة ألف قد يولد طلبا على منتجات الصناعتين با وجيم. يعني هنا با وجيم، مثلا هنا إذا نمو مثلا إنتاج الصناعة ألف، لنفترض بأن هذه المنشأة تصنع أثاثا، با وجيم ربما يزود الصناعة ألف بالخشب ربما بالحديد الذي تحتاجه وما شابه، وقد يؤدي إلى انخفاض الكلفة الحدية للإنتاج في هاتين الصناعتين أو كل الصناعات. لاحظوا لي إذا هذا نمت، يعني هذه الصناعة نمت، هذه الآن الصناعة باء وجيم تستفيد، وربما يؤدي ذلك إلى تحفيز يعني تقنيات الإنتاج وما شابه، وبالتالي إلى انخفاض الكلفة الحدية للإنتاج في هاتين الصناعتين. ينبغي أن لا ننسى بأن ظاهرة التكاملية تحدث في الطلب وفي التقنية كذلك الأمر. ربما الآن المنشأتين باء وجيم تضطران إلى تطوير تقنية الإنتاج كي تلبي الطلب الذي يتم من الصناعة ألف، فهذه مهمة جدا جدا. وبالتالي يسير النمو الاقتصادي في نظام يعج باللا توازنات، منافسة حادة، توترات تنشنز، والتحفيز المستمر له إنديوسمنت. وكلما زادت مثل هذه الظروف ارتفع النمو الاقتصادي، أو على الأقل تهيأت الظروف لارتفاعه. نكمل. يصنف هرشمان الاستثمارات تحت عنوانين رئيسيين. الأول رأس مال، رأس المال الاجتماعي نسميه احنا social overhead capital SOC، أو ما سماها بول رودنستاين رودن صاحب نظرية الدفعة الكبيرة سماها البنية التحتية الاجتماعية أو social infrastructure، وتشمل الطرق ومحطات توليد الطاقة وشبكات النقل والري والاتصالات. وعادة ما تتولى هذه البنية التحتية الحكومة ومؤسساتها المختصة، ويسميها الاقتصاديون هذه السلسلة المتباعدة من الاستثمارات أو الاستثمار divergent series of investment. مهم جدا أحبتي، يعني تعرفوا لماذا الآن رأس المال الاجتماعي هنا السلسلة المتباعدة من الاستثمارات، لأنها طاقة وما شابه. أما الشكل الثاني من الاستثمارات فهو ما يأتي تحت ما يسمى الأنشطة الإنتاجية المباشرة direct productive activities DPA، وهي ما يسميها الاقتصاديون السلسلة الملتئمة أو المتقاربة من الاستثمار Convergent Series of Investment، وهي الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص من أجل تحقيق الربح، وتشمل الصناعات الخاصة والزراعة وتشغيل وسائط النقل التجاري وما شابه. هنا تشمل طبعا البنية التحتية، هو محطات توليد الطاقة، شبكات النقل، الري والاتصالات وما شابه. في الظروف العادية قلما تحدث أو تتطور مثل هذه الاستثمارات بشكل آني في الدول النامية والفقيرة. لو كانت دولة غنية تستطيع أن تستثمر في البنى التحتية، رأس المال الاجتماعي وفي القطاع الخاص، لا
لكن دولة فقيرة، وبالتالي لابد أن تركز الآن ادخاراتها وكل استثماراتها على شيء معين يؤدي إلى ما يسمى يعني بالخلال النمو غير متوازن إلى النمو والتنمية، فيكون التركيز على واحد منها وسيتبعه الآخر بشكل تلقائي. في حالة لا توازن بواسطة البنية التحتية الاجتماعية، فهي الآن إذا الآن يعني هذا الاقتصاد أو هذه الدولة ركزت على الاستثمار بالبنية التحتية الاجتماعية، هنا فهي ستحفز الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية المباشرة. فعندما تتوافر شبكة طرقات ذات نوعية عالية، فإنها ستحفز المنتجين كي يتحركوا ويجلبوا مدخلات الإنتاج من أماكن مختلفة، لأنها قد تكون أفضل وأقل سعراً. وانخفاض أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تحفيز الصناعات للتوسع، وربما دخول صناعات جديدة، ووجود شبكة ري ذات نوعية عالية قد يؤدي إلى تطور الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي وهكذا. أما في حالة لا توازن بواسطة الأنشطة الإنتاجية المباشرة، اللي هي يعني هنا الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، يعني كأن نقول هنا هذا الجانب الذي يتولاه القطاع العام، أما الأنشطة الإنتاجية المباشرة يتولاها القطاع الخاص، فالاستثمار في هذه الأنشطة يضغط نحو الاستثمار في بنية اجتماعية ذات نوعية عالية مناسبة. فعندما تتطور الصناعات المختلفة، فإن الطلب على البنية التحتية الاجتماعية سيرتفع تباعا، فالصادرات الكثيرة تحتاج إلى شبكة طرق. من أين نأتيها؟ من هنا، من من البنية التحتية الاجتماعية. فشبكة طرق ذات نوعية عالية، ووسائط نقل بري أو بحري أو جوي لتلبية احتياجاتها وهكذا. هاي الآن هنا البنية التحتية الاجتماعية زائد البنية أو الأنشطة الإنتاجية المباشرة تؤدي إلى النمو. هذا الآن سيحفز هذا، وهذا ربما يحفز هذا، وبالتالي بتكون النتيجة نمو اقتصادي وتنمية. الآن هذا الشكل البياني المهم جدا أن يعني نركز عليه حتى نفهم الآلية التي فكر بها هيرشمان. هنا على المحور الأفقي، الاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية، الطرق، المستشفيات، الجامعات، المطارات، السدود على سبيل المثال، أي شيء، محطات الطاقة هنا، أوكي، شبكات الري ذات المستوى العالي، وهنا الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية المباشرة للصناعات من القطاع الخاص. لاحظوا الآن هذا الخط المستقيم الذي ينبثق من نقطة الأصل، لكن يصنع مع الأفق زاوية مقدار 45 درجة. الآن هنا هذه الآن المنحنى الأول AA أو ألف ألف، منحنى الثاني بابا، المنحنى الثالث جيم جيم، هي منحنيات الإنتاجية المتساوية أو مسمى equal productive، بتوليفات مختلفة من الاستثمارات من الشكل. يعني الآن هنا على هذا الجزء يبدو أنه الاقتصاد يركز على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، لكن في هذا الجزء الآن يركز على الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية. لنفترض بأن الاقتصاد ابتدأ عند النقطة ثاء هذه، وأراد أن يتوسع بالاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية. لاحظوا الآن من ثاء إلى سين ثم إلى دال إلى راء، وبالتالي هنا هذا النمو، يعني انطلقنا من هذا المنحنى الإنتاجي المنحنى الأعلى ثم الأعلى بواسطة استثمارات في البنية التحتية. أما إذا ركز الاقتصاد على الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية، فننتقل من ثاء إلى جيم إلى ذال وهكذا. لاحظوا الآن يعني لا نستطيع أن نستثمر هنا وهنا دفعة واحدة، نستثمر هنا جزء ثم نحفز هنا، أو هذا يحفز هذا، أو هذا يحفز آخر. فهذا مهم جدا. طبعا هنا عندما ننتقل من ألف إلى باء إلى تاء، معنى ذلك أنه الإنتاجية أعلى للمستويات الأعلى، يعني هذا إنتاجيته أقل من إنتاجية هذا إنتاجية وهكذا. هذا المنحنى مهم جدا لفهمه، أرجو الرجوع إليه وفهمه يعني بشكل أتقن. الآن يؤكد هيرشمان على ضرورة معرفة الروابط الخلفية والأمامية بين القطاعات الاقتصادية، وذلك من أجل معرفة العوائق ثم تدليلها. لابد أن يبدأ في القطاعات المفتاحية، أي التي يؤمل أن تؤدي إلى تحفيز القطاعات الأخرى. قطاع الطاقة مثلا إذا استثمر فيه فقد يؤدي إلى تطور قطاع الصناعية الرائدة. تعتمد النظرية على عمل الحافزية البينية، أي تحفيز القطاعات لبعضها البعض. هناك تشابه بين هذه النظرية ونظرية الدفع الكبيرة Big Push Theory اللي ذكرتها قبل قليل، وتعتمد على لكنها يعني
أهمية هذه النظرية أنها تعتمد على مشاهدات فعلية من واقع الدول النامية وتؤكد دور القطاع العام، تشجع التطور الذاتي للاقتصادات الوطنية. هاي يعني من 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 ميزاتها. الآن المشاكل الممكنة، هذا آخر سلايد. تحمل النظرية مشكلة التضخم الممكنة قد تؤدي إلى، أنا بعتذر على الخطأ الطباعي هنا وفي الشريحة السابقة، قد تؤدي يعني خلينا نقول التركيز على النمو غير متوازن إلى هدر في الموارد، تقلل من أهمية المعيقات الممكنة قد يكون لا يقين فيها عاليا. uncertainty هون في عندي obstacle، هنا في عندي wastage of resources، هون في عندي inflation. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا، يعني أنا أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي حيثما كنت.